بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعرفكم نفسي أنا أخوكم في الله عز الدين عزام المبارك أنا في فصل الرابع من بمعهد كلية المعلمين الإسلامية جاتنم كلاتن انتسب بين أيديكم، أريد أن أقص عليكم قصة عن الناشئ أو الشباب الذي يمارس أيامه بالسنة النبوية. كان في يوم بزغ فجر يوم جديد في حياة الناشئ المسلم، ويدعو بعد أن يستيقظ من نومه بالدعاء المشهور. الحمد لله الذي أحيانا، بعدما اماتنا وإليه النشور. فقام وأخذ أن يمشي إلى الحمام ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان يدخل فيه برجه اليسرى ثم خرج من الحمام برجه اليمنى قائلا: كفرانك! أن الناشئ لأن الوقت فقد أشار إلى الساعة الثالثة صباحا وبعد أن يتوضأ كاد أن ينسى أن يدعو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين ثم بعد ذلك أخذ أن يلبس القميص والتقية الجميل وبسط سجادته على الأرض فيصلي بدء ركعات تحجدا لله تعالى فإذا طلع الفجر يستعد الناشئ للذهاب إلى المسجد الحي ويحرص على أداء الصلاة فيها جماعة فهي أفضل وأحب إلى الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد بسبع وعشرين درجة. فذهب الناشئ إلى المسجد وإذا وصل كان يدخل برجه اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويصلي فيه صلاة التحية المسجد وسنة الفجر، تليهما صلاة الصبح. وبعد نهاية من الصلاة، فلا يذهب الناشئ من مكانه، ولكن يسبه بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر ثلاثا وثلاثين. ويختم بقول لا اله الا الله وآية الكرسي. ثم يدعو ثم يدعو الله ان يغفر ذنوبه وذنوب كل مسلمين ومسلمات ويسهل في اموره الدنيا وسلامة في الاخرة. وهل بعد ذلك يخرج الناشئ من المسجد وعاد الى البيت لاستمرار نومه لا طبعا لا فماذا فعل الناشئ بعد الصلاه نعم صحيح قراءه القران ومتى انتهاؤه من القراءه اهو لا بد ان يذهب الى المدرسه نعم وقف الناشئ في وقت الشروق فقام إلى صلاة الشروق التي كانت أجرها كالحج والأمرة تامة، وبعد أن يصلي، كان يخرج من المسجد برجه اليسرى قائلا: «اللهم إني أسألك من فضلك.» وعاد إلى البيت لاستعداد الدراسة في المدرسة. وفعل الناشئ في الصباح الاستحمام وأكل الفطور بأدابه ووضع الكتب في حقيبته فلا يشاهد تلفاز ولا يلعب الجوال حتى يتأخر من الذهاب إلى المدرسة وقبل أن يذهب لا ينسى أن يسلم مع والديه وطلب الرضا إليهما ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان أذل او اضل او ازل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او, أو, 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 أو يجهل علي واذا في طريقه الى المدرسه كان يمارس بقراءه الماثورات او ذكر الصباح ويرائي عذاب الطريق كافشاء السلام الى من كان وحسن الكلام عن الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغد البصر اذا قابل مع كل مراه حجابا كان او لا وكان في المدرسه يحرص الناشئ على مصاحبه الاذكياء والاخيار والجد في الدراسه والمحافظة على كل صلاة حج... سنة كان وفرضا، والصدق والأمانة عند مؤامرة زملائه والناس، وضبط النفس عند الغضب، ويحترم الكبير ويقدره، أو أن يرحم الصغير ويساعده، وإذا عاد إلى البيت، لا ينسى ان يدعو قبل دخوله الى البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا فسار الناشئ والاوقات ويؤدّي واجبته اليوميه في وقتها على احسن وجه واتم حال تحت اشراف من يكبره سنا ويزيد عليه خبرة ومعرفة حتى يؤتي الناشئ لأصدقائه صورة صادقة عن المسلم الجاد المتكن لعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتكنه" ويحرص الناشئ على عدم الإكثار من السهر لأنه يضر بصحة ويضيع البركة التي ينتظرها المسلم صباه اليوم التالي في صلاة الفجر وما يليها من عدية وأذكار فإذا ذهب الناشئ إلى فراش كان يمارس قبل ذلك بقضاء الحاجة والوضوء وقبل أن يستلقي على الفراش، كان يندفه قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و ويقول: فنام على جنبه الأيمن، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمؤودتين، ويقول: بسمك اللهم أحيا وبسمك أموت. wahkada yaqadinasyi yuman bal ayyaman mamlu'atan bilhadiin nabawi wa mamlu'atan bilkhairi وَالْبِرِّ وَبِالسَّعَادَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّاسِ اجمعين bagaimana apakah amalan sehari-hari ya kalian persis seperti apa yang telah diamalkan pemuda tadi ataukah kalian sudah mengamalkannya sebagian atau beberapa dari amalan-amalan tersebut. Jika kita belum mengamalkan semuanya, maka wajib bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Wa qabla an akhtim hadal kalam, sa'akra'u alaikum syi'ran wahidan minal imam syafi'i. Al-ilm, maghrasu kulli fakhrin faftakhir. واحذر يفوتك فخر ذلك المورس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس إلا أخو الإلم الذي يؤنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي فاجعل لنفسك حظا وافرا واهجر له تيب الرقاد وعبسه فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذلك المجلس شكرا هذا مني وإن وجدتم مني الأخطاء والغلط العفو منكم وبالله توفيق والهداية والرضا والإناية والرزق والبركة سيروا على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته